عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا مع بعضنا كيك بالسيترون، بالحق ياسر ياسر بنين، بلي نوصف لكم وشوية بالحق بنين على الاخر. ما نطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة التحضير. اول حاجة هنا خذيت 3 بيضات بحرارة الغرفة، باش نزيدهم ساشي سكر فاني، باش نزيدهم كيس سكر. الكيس هنا خذيت الحجم تاعو 200 مليلتر، وتوا باش نركضهم مليح. توا باش نزيد نص كيس زيت، وباش نزيدهم نص كيس حليب. نزيدهم هنا شويه جو نتاع سيترون، جوست ليمونه واحده معناها عصارتها، وباش نزيد شويه زيت نتاع سيترون، شويه مش برشا، باي معدل مغرفه صغيره هكاك معبيه زيت دو سيترون. باش نزيد زوز كيسين فرينه، الفرينه هنا غربلتها لازم نغربلوها، وباش نزيد ساشي خميرة. هنا ديما بنفس الكيس كيلت بيه هو نفسه، معناها السكر والحليب والزيت بنفس الكيس. هنا استعملت كيس حجمه 200 مللتر. باش نكمل هنا نزيد ساشي خميرة. وهنا باش نكمل بسباتول، باش نكمل نخلطهم مليح بسباتول. باش نكمل هكا نخلطهم مليح، ومن بعد نحطهم في المول. المول ديجا دهنته بشويه زبده وحطيت عليها شويه فرينه باش ما يلصقش. الميلانج لازم يكون هكا، ما يجيش عقد برشا وهو جاري، يبدا هكا متوسط. طيب باش نصب الميلانج الكل، باش نصبه هكا بسم الله. المول بتاعكم هنا المستحسن تدهنوه بالزبده والفرينه باش ما يلصقش من بعد. باش كامل هكا نصبهم الكل. باش كامل هكا نمسح الاطراف خاطر تمسخ شويه المول. باش ندخلوا الفور على 180 درجه. طول الكيك يطيب في الفور. تاعو باش نحضر السيرو، خديت هنا كيس سكر عليه نص كيس ماء بنفس الكيس هنا كيلت. باش نزيد هنا مغرفه جو تاع ليمون، عصير ليمون. باش كامل هكا نحركهم مليح، ومن بعد باش نحطهم شوي في الميكروواند. تنجموا هنا تحطوهم زيادة على الغاز تخلوهم يغلو جوست 5 دقائق. سيرو هذا باش تدهن بيه من بعد الكيك كي نخرجها، باش بعد تجي طريه هكا وهشوشه. وهنا خديت شوي سكر محاور، باش نزيدهم سيترون، باش نزيدهم هنا شوي سيترون، باش نحركهم مليح باش نتحصل هكا كيما الكريم معناها. باش نحطها من بعد على الكيك، باش كامل هكا نحركهم مليح. وهنا سافا خلطهم مليح، هاي كيفاش لازم تكون، تبدا هكا كيما الكريم. طب بعد ما كيك بردت باش نخرجها باش نحطها في البلا. بسم الله. بالحق شوفوا ما شاء الله كيف جت ياسر تشهي. توا باش نحط لها السيرو اللي حضرناه، هاو كيفاش جاي معناها، يبدا هكا سيرو معناها كيما اي سيرو تاعنا بيه جاتو. باش ناخذ هكا كودون باش نعملها ديبور هكا جوست شويه هكا ديبور، باش من بعد تشرب سيرو ما تجي شايحه. وهنا باش ناخذ بانسو وباش ندهنها مليح هكا. ريتو كيفاش بدات تشرب في الوقت معناها ملي نحط لها ديجا تشرب فيه سيرو الكل.
توا باش نحط لها كلاصاج اللي حضرناه باش الكريم اللي حضرناها بالسكر محور والسيترون، باش نحاول هكا نوزعه في لي بارتي الكل. الحق ياسر يبان مش نورمال، بالخاص العبيد اللي يحبوا السيترون ياسر ياسر يبانلها على الاخر على الاخر، ومن طون يعطي منظر هكا مزيان. وهنا باش نكمل نزينها، باش نزينها هكا بدي ترونش متاع سيترون، بما انه هي كلها فيها السيترون باش نكمل نزينوها شويه. باش نكمل هنا نحط شويه نعناع، النعناع ياسر يمشي مع السيترون ومن طون يعطي منظر مزيان على الاخر. باش نكمل هكا نزينها زينه سامبل، وانتم زينوا باللي تحبوا عليه معناه. وهنا كيك تاعنا حضرت، توا باش نزيد نقص لكم تشوفوا كيف جاتنا بعضنا. ناخذ هنا سكينه بسم الله نقصها هكا. بالحق نودكم نشا هيك تشوفوا ما شاء الله كيف جات، وان بليس تجي هشوشه على الاخر وتجي بنينه مش نورمال. هاني باش نقص لكم ترونش اخرى باش تشوفوا كيف جاتنا بعضنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش، بالحق نودكم نشاهيكم ياسر ياسر تجي بنينه. شوفوا ما شاء الله كيفاه، هاني باش نذوق. بالحق بنينه بنينه مش نورمال، بنينه على الاخر. هنا من كثرة البنه قريب نكملها الكيك. بالحق نودكم نشاهيكم ياسر ياسر تجي بنينه. ان شاء الله يا رب تكون الريسيب تاع اليوم عجبتكم، كان عجبتكم ما تنسوش باش تعملوا لي جيم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. وبسلامه في وصفه جديده ان شاء الله.